عيد القيامة ده عيد مهم جدا عند المسيحيين وبنحتفل بيه من القرون الأولى. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوي قبطية، معاكم كارلوس كمال. كتير بيقولوا ان عيد القيامة كانوا بيحتفلوا بيه مرة كل 33 سنة. الكلام ده يا اخوانا غير دقيق. جبت الكلام ده منين؟ هقول لك، جبت الكلام ده من كتاب يوسابيوس القيصري اللي نقل عن فيلو المؤرخ اليهودي في اسكندرية اللي عاش حوالي سنة 20 قبل الميلاد لسنة 50 بعد الميلاد. بيقول ان في جماعة من النساك اللي امنوا بسيد المسيح على ايد القديس بطرس الرسول في العظة اللي ألقاها يوم الخمسين. جماعة من النساك دول كانوا عايشين في بحيرة ميروت. بيحكوا عنهم انهم عاشوا حياة من النسك والتقشف وكانوا عايشين حياة زهد، والناس دول بدأ يحكي عنهم في فترة آلام السيد المسيح انهم كانوا بيعيدوا بعيد القيامة، والفترة اللي قبل عيد القيامة كانوا بيسهروا سهرات الليل وكانوا بيقروا في الكتب المقدسة ويفسروا التفسير الإلهية. وكمان خدوا بقى الحتة دي، كانوا بيقولوا ألحان، وإن كان في شخص بيقف يرتل ألحان، وباقي الناس الجماعة اللي كانت موجودة كانت بتفضل ساكتة وصامتة لحد ما يجي وقت معين في آخر اللحن كانوا بيردوا عليه. دي بتوضح قد إيه إن الكنيسة المصرية وإن المصريين في الوقت ده كانوا بيكتبوا ألحان تخص آلام السيد المسيح. ولو نيجي نشوف كانوا بيناموا إزاي، يقول لك كانوا بيناموا على الأرض وبيناموا على قش. دي كانت مراحل أولى بتبين الجماعة النساك قبل ما معلمنا مرقس يجي ويبشر في مصر. بعد كده لما جه معلمنا مرقس وبشر في مصر وكان في كنيسه، برضو كان في احتفالات باسبوع الالام، وكانت الكنيسه المصريه بتحتفل بعيد القيامه الحد الذي يلي الفصح اليهودي. وخلي بالكم بقى ان كان في نقطه مهمه، لان كان الكنيسه في الوقت ده بتفصل بين الصوم الاربعيني وصوم اسبوع الالام، وما كانوش بيصوموا اسبوع، ده هم كانوا بيصوموا ممكن يوم الجمعه والسبت، وكان في ناس بتصوم حوالي 40 ساعه، وكان في ناس بتصوم يوم واحد بس، لان كانت كل كنيسه مختلفه في طريقه الصوم بتاعها اللي بيسبق عيد القيامه. لكن مع بدايه القرن الثاني الميلادي ظهر عندنا مشكله. المشكلة دي بتتلخص ان كنائس اسيا الصغرى كانت بتحتفل بعيد القيامة يوم 14 نيسان مع الفصح اليهودي. الفصح اليهودي جه في اي يوم من ايام الاسبوع كانوا بيحتفلوا بيه وكانوا بيصوموا طول النهار، بعدين كانوا بيفطروا بالليل بعد ما يعملوا العشاء الاخير اللي هو السر الافخارستي، وكانوا بيتناولوا وبيحتفلوا بعيد القيامة. والوضع ده فضل موجود عندهم حسب تقليد قديم. بيقولوا اللي احنا كان عندنا القديس يوحنا الحبيب وكمان القديس فيلبس الرسول، وكانوا بيحتفلوا بالايام دي، بيحتفلوا بالعيد ده في الوقت ده، فاحنا مستلمين على التقليد القديم بتاعنا. لكن باقي الكنائس كانت بتعيد عادي يوم الحد، كانوا بيحتفلوا بيوم الجمعة اللي هي جمعة الآلام، ويوم الحد كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة بعد الفصح اليهودي. وبدأ يظهر أول نزاع، وزي ما يوسبيس القيصري قال ظهر النزاع ده لما بدأ القديس بوليكاربوس روما، وهناك بدأ يتناقش في الموضوع ده مع أسقف روما ومحدش فيهم اقتنع، والخلاف ده بدأ يظهر تاني ويتناقشوا فيه في سنة 170 ميلاديا في كنائس لودوكيا. لكن الامر تصاعد جدا لما فيكتور اسقف روما في القرن الثالث الميلادي طلب من كنائس اسيا الصغرى ان هي تعمل مجمع عندها يتناقشوا في الموضوع ده، وفعلا كنائس اسيا الصغرى عملت مجمع واتناقشوا في الموضوع ده. لكن المفاجاه ان كنائس اسيا الصغرى فضلت متمسكه بالوقت اللي هي بتعيد بيه اللي هو يوم 14 نيسان في الفصح اليهودي. هنا ساعتها بقى فيكتور اسقف روما قرر ان هو هيعمل ايه؟ ان هو هيحرم كل اساقفه كنائس اسيا الصغرى ويحرمهم من الشركه الرسوليه. هنا الاساقفه قالت لا، الكلام ده مش صح. وبدا القديس ايرينيوس اسقف ليون في فرنسا يبعت رسائل تهديه وسلام ويقول للاسقف روما اللي هو فيكتور في الوقت ده الموضوع ده ما حصلش، وان الخلاف ده كان موجود من ايام ابائنا، وكان موجود كمان من ايام القديس بوليكاربوس اسقف ازمير، وده كان صديق الرسل وتلميذ يوحنا الحبيب، واختلف مع اسقف روما في الوقت ده، لكن محدش فيهم حرم التاني وسابوا كل واحد ملتزم بالفتره اللي هو بيعيد بيها عشان يحافظوا على سلام الكنيسه، والامر يهدى بسبب القديس ايريناوس.
وفضلت الموضوع ده. وبعد كده هنلاقي ان البابا ديونيسيوس بطرك اسكندرية كتب رسالة حط فيها قاعدة الثمان سنوات اللي حدد فيها عيد القيامة لمدة 8 سنوات، وبعد كده يعملوا مجمع في فلسطين ضم فيه كنائس سور وكنائس الخمس مدن الغربية، واقروا ان العيد هيكون الحد الذي يلي الفصح اليهودي شبه ما كنيسة اسكندرية كانت متفقة عليه، لان البابا ديمتريوس الكرام وضع الحساب الاباقتي وحدد موعد عيد القيامة المجيد اللي هو برضو الحد الذي يلي الفصح اليهودي، وكانت دي بتدل ان كنيسة اسكندرية مرجع لبعض الكنائس زي ما ذكر ابونا اثناسيوس الماري في الكتاب بتاع الملامح الليتروجية اللي هو الكتاب الاخضر في حوالي 3 قرون الاولى. لكن الخلاف فضل قائم لحد ما نيجي لسنة 325 ميلاديا وينعقد مجمع نيقيا، ومن ضمن قرارات مجمع نيقيا ان هم حددوا معاد الاحتفال بعيد القيامة على ان يكون يوم حد، لان المسيح قام يوم حد، وان يوم الحد هو يوم الرب كمان يكون الحد الذي يلي الفصح اليهودي. مش بس كده كمان، ده قالك نقطة مهمة، قالك ايه؟ قالك على اسقف اسكندرية ان هو يحدد موعد عيد القيامة ويكتبه في الرسائل الفصحية قرب عيد الغطاس. فكان كنيسة اسكندرية واسقف اسكندرية هما اللي بيحددوا عيد القيامة، وده يدل على مكانة كنيسة اسكندرية كمان في تحديد عيد القيامة. لكن بعض الكنائس ما التزمتش بالوضع ده لحد ما بدأ نقرب في القرن الرابع وأواخر القرن الرابع، وبدأوا يستقروا على فكرة ان عيد القيامة يتم تحديده في الحد الذي يلي الفصح اليهودي. اما ايه حكايه الاسبوع الالام؟ زمان زي ما قلت لكم كان بعض الناس بتعيد يوم الجمعه بس او يصوموا مده 40 ساعه لحد ما ظهر في كنيسه اورشليم. كنيسه اورشليم هي اللي وضعت الطقس الاحتفال الاسبوع الكامل باسبوع الالام، وكانت بتصوم مده اسبوع كامل بيبتدي من سبت العازر، وقالوا ان المسيح جه بيت عينيا قبل الفصح بست ايام، والكلام ده هتلاقوه موجوده في مذكرات السائحه ايجاريا اللي بدات تتكلم عن الاحداث اللي شافتها في القرن الرابع، وقالت ان الصوم عندهم في اورشليم مدته 8 اسابيع، وكانوا بيبداوا يحتفلوا ويصوموا اسبوع كامل لالام المخلص قبل عيد القيامه يعني، ويبتدؤوها من سبت العازر، وبتحكي على الاحداث اللي شافتها. تقدروا تقروا المذكرات دي، كانت مذكرات جميله جدا، ودي كانت الفتره في حوالي الاربع قرون الاولى، لان من كنيسة اورشليم بدأوا يحددوا مدة الصوم اللي هي مدة اسبوع كامل قبل عيد القيامة. وبعد مجمع نوكيا ويصدر قسطنطين امر ان فترة الاسبوع دي تكون اجازة رسمية، بدأت تنتشر في كل الكنائس ان هي تصوم مدة اسبوع كامل قبل عيد القيامة. ويجي بعد كده البابا اثناسيوس الرسولي يضم اسبوع عيد القيامة او اسبوع الاحتفال باسبوع الالام مع الصوم الاربعيني. وعايز اقول لكم حاجة، بعد مرسوم ميلان سنة 313 ميلاديا بدأ يكثر عدد الموعوظين في الكنيسة، فبدأوا يعملوا ايه؟ كانت بتكون فترة تهيئة للموعوظين دول عشان يقبلوا الايمان، فكانوا بيصوموا مدة 40 يوم، وبعد كده بتتم عدة صلوات داخل الصيام، كانوا بيستعدوا يعني للمعمودية لحد ما تم تخطيصهم ليلة عيد القيامة في سبت النور. كانوا بيتعمدوا، كانوا في عدة مراحل بتتم في الفترة بتاعت الأسبوع ده، وكمان في فترة الجمعة العظيمة في بعض الحاجات كانوا بيقولوها، ثم بعد كده بتتم تعمدهم وتخديصهم يوم سبت النور. ودي كانت المرحلة في القرون الأولى، إزاي كانوا مختلفين في عيد القيامة وإزاي كانوا بيعيدوا. كل سنة وانتم طيبين، وهنكمل معاكم سلسلة أسبوع الألام. أشوفكم على خير، سلام.